لأمر ربما يكون أهم. هذا الطفل أمه قتلها بشار الأسد. لا إله إلا الله، إن الله وإن إليه راجعون. لما شفنا الناس عمالة تنزل بالجمال وبتضرب في التحرير ولقينا الدم سال، قلنا خلاص. الشيخ زايد الله يرحمه في الإمارات قال كلمة جميلة جدا غيرت وجه الخليج كله. يعني هذه الطفولة البريئة، هذا المجرم الزرافة زي ما قال الحبيب الطفل أكرم. شو قال؟ الشعب يريد أدام الأسد. أعطينا الوقفة. الشعب أدام الأسد. اسمك ايه؟ عمر. عمر، ادعو ايضا لعمر بالشفاء عنده، نعم، مرض الكبد. الشعب تريد اعدام الاسد. الشعب تريد اعدام الاسد. الشعب تريد اعدام الاسد. كم عمرك يا عمر؟ كم عمرك؟ سنة؟ اثنين؟ أربعة. الدكتور عبد العال وينه؟ وين رائد الطب البديل؟ وين الدكتور عبد العال؟ دكتور؟ وين الدكتور عبد العال؟ مشى؟ في الدكتور عبد العال رائد الطب البديل، نتمنى أيضا إنه يساهم في يعني مساهمة. عم نعالجه، أنا عم. بس دار علاج، نحن نتكلم طب طبيعي، ما نبغى الكيماوي، ما أحب الكيماوي أنا. يا حبيبي يلا الله يشفيك. الله يشفيك يا بطل. طيب خلنا ناخذ مداخله هاتفيه، يعني اتمنى تكون الاخيره عشان يدوب نقول كلامات انا والله زيكم سامحوني يعني. طيب فضيله الشيخ